أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات الصداقة مع مصر تسمح بتطوير الشراكة بين موسكو والقاهرة. جاء ذلك خلال كلمة بوتين أمام سفراء جدد في موسكو، مشيرا إلى أن روسيا تعمل على إنجاز مشروعات كبيرة للتعاون مع مصر. فنحن ننظر إلى مصر على أنه أحد أهم الشركاء لنا في منطقة إفريقيا والعالم العربي، فنحن على تواصل دائم مع سيادة الرئيس السيسي ونعمل، واللجنة الحكومة المشتركة فيما بيننا تعمل بنشاط، وهناك مشاريع مشتركة كبيرة تنجز مثل بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة وتشكيل وإنشاء منطقة روسية تجارية في السويس، فهناك حوار سياسي وتنسيق سياسي ما بين البلدين. وبوجود السفراء وبتواجد السفراء من مصر والجزائر والدول الأفريقية الأخرى، أود التذكير هنا أنه في عام 2023 سيعقد مؤتمر روسيا أفريقيا في سان بيترسبورغ لدراسة التعاون والدول الأفريقية بشكل عام.